السلام عليكم، مذكرات مارس 2021. لكن بالأول قبل ما أبتدي تدوين عمل المذكرة، بس حبيت أقول الصور اللي أنا حبيتها، اللي هي يرن فوتو. هاي الصورة اللي كانت أتغطى في شهر يناير. أنا عملت هذا الصور لكل شهر أفضل صورة أنا أحبها أو شفتها لها معنى بالنسبة لي. بالنسبة لشهر فبراير، هذه الشهر الصورة هذه الجبل قريب من بيتي، ودائما يمكن أول شيء أشوفه الصباح، فلو معنى خاص كان بالنسبة لي، فحبيت تكون أفضل صورة أنا أو شفتها أنا أفضل صورة تغطاها في شهر فبراير. بالنسبة لتيم شهر مارس، التيم كان في راسي مدة وفكر فيه من مدة، وقررت أني أعمله الآن، وهو روسيا. يمكن أنا من سكان مدينة عدن، علاقتها بالثقافة الروسية خاصة لجيل الثمانينات، كنا في بيننا هنا علاقة في الدراسة، في الحياة. طبعا بحكم انه كان في ذلك الفترة النظام الشيوعي، فترسخ في افكارنا بعض الذكريات، فحبيت اني اضيفها، خاصة انه بالاضافة لهذا موسم البلدان اللي انا احب ازورها، يعني هي في القائمة البلدان اللي انا احب ازورها. فعملت اول شيء الصفحة. طبعا اللي بتعرف في التراث الروسي عندنا هذه الدمى اللي هي الدمى الخشبية، اللي كل اللي في البيت بالذات في عدن اللي كانوا أولادهم يروحوا يدرسوا في روسيا دائما يرجعوا فيها. يعني أنا أغلب البيوت اللي كان عندهم دارسين في روسيا أو في دول الاتحاد السوفيتي بشكل عام، إلا ما كان يجيب هاي الدمى اللي هي تجي رشان دول زي ما يسموها، وهي تكون عدة دمى داخل بعض كبيرة في أصغر في أصغر في أصغر. وكانت كثير البيوت تستخدمها في الزينة. يعني أنا أذكر أنه كان عندي في ماما يعني هذه الأسماء، للأسف فقدتها. أضيف هنا أنه التيم هالمرة اخترت أني ألون بألوان خشبية، أحاول أقوي نفسي في استخدام الألوان الخشبية. الألوان الخشبية من صعب التعامل معها، وحكو تشتي حرفة أكثر أحسها من الألوان المائية أو حتى الألوان القواش والأكريليك. فحبيت هذه الألوان، عندي 6 ألوان، يعني مجموعة ألوان كويسة في درجات مختلفة من الألوان الخشبية. ففي هذا التيم استعملتها هي اللي تكون أساسي، وصراحة كانت نتيجة كويسة، بس أحس إني احتاج تدريب فيها أكثر يعني. وبس حبيت الفكرة، فأعتقد إني حستمر بمواضيع في المستقبل إني أستعمل ألوان الخشبية. طبعا هنا حاولت في الأوراق هذه والشجيرات لما نلاقيها في الكتب القصص الأدب التراث الروسي، فأنا حاول قدر الإمكان من الذاكرة أستذكر، لأنه أذكر كان عندي كتب قصصية دائما في الأدب الروسي أذكر كنا ندرسها دائما أو ندرسها أو حتى نقرأها دائما عندنا في المكتبات. فاللون الأحمر أيضا طاغي بالنسبة للأدب، عندما نفكر في روسيا دائما اللون الأحمر هو يخطر على بالنا، فأخذت شهر مارس يكون بالاسم باللون الأحمر. حتى الكتابة كانت بالقلم الأحمر. عملت المباني، طبعا أنا محاولش أتعمق أو أني أرسمها بشكل مفصل أكثر، إنما حاولت أرسمها بشكل كرتوني. طبعا نحن نعرف الكرملين والقباب الملونة والأشكال للمباني، فأنا حاولت أرسمها كرمز يعني ثقافة روسية، بس بشكل كرتوني أكثر منه يعني بشكل واقعي. بس بعد ما خلصتها حسيت أني أنا أحتاج أني أزيد أني أتعلم أكثر بالنسبة للرسم، بالرسم المباني بشكل واقعي أفضل. أنا بطبيعتي أحب دائما الرسم الكرتوني، بس أحس أني محتاجة أني أطور أكثر بالنسبة لحكاية الرسم أكثر واقعية. كثير انبسطت بالألوان صراحة، وكانت النتيجة زي ما قلت من قبل مرضية بالنسبة لي.
حاولت طبعا ادمج الالوان، بس دمج الالوان الخشبيه اصعب كتير من دمج الوان الباستيل او الشمع او حتى الالوان المائيه والاكريليك، ف يمكن النتيجة ما تكونش كتير واضحة في التصوير، بس هي كانت كويسة خاصة بعد التحديد القلم عليها، فكانت النتيجة النهائية عجبتني طبعا. وحاول طبعا وشي تبس، بس حاولت أقلل من استعمال وشي تبس هالمرة. هذا التقويم طبعا من هنا أنا قد عملتها هذا من قبل، لأنه بحكم أن الوقت ضيق وكان بسبب عندها إشكال في الكهرباء. هنا عملت الباليرينا طبعا الكل يعرف البولشوي، وعندي خاتم كان الدب، عملته لانه طبعا الدب الروسي معروف، وهالاكورديون انا اذكر كان عندي زي هذا الاكورديون وانا صغيره. هذه الاشياء الصغيره من تراثات كتراث يعني كان الثقافه الروسيه وكانت موجوده عندنا بكثره. بالنسبه للكوميتمنت انا عملت الرسمتين هذول لولد وبنت بالزي الروسي التقليدي، وكان عندي كمان خاتم على شكل مباني كذا فعملته، وعندي خاتم جاهز فأنا أحب إيش من المباني القديمة العتيقة. عملت رسمة بسيطة وحاولت تكون بسيطة جدا الرورة، ما حاولتش كثير أتعمق فيها. الووك ديلي برضك عملت الرشن دول ثلاثة أشكال، واحدة داخل واحدة داخل واحدة، وهي البنت بالزي الروسي برضك التقليدي، فبرضه بالألوان الخشبية النتيجة طلعت جميلة جدا. نفس الحكاية في المتركر، عندي هاي الرسمة الراشن دول استمتعت صراحة بالتلوين هاي المرة، وعندي أختام على هذا الشكل، وبرضه عملت خاتم باللون الأحمر لتقيدي بفكرة اللون الأحمر، فالصفحتين كانوا حلوين صراحة وحسيتهم متناسقات مع بعض. الأكتيفيتيز طبعا قناة الأكتيفيتيز عملت هنا رسمت هذا برضو الشاب الراقص برضو من الرقصات من التراث الروسي، وعندنا هذه الآلة يسموها البلايكا أنا أذكرها كانت برضو اسمها الجيتار، طبعا الدب برضو من الثقافة الروسية معروف جدا. رسمات بسيطة وعجبتني لأن ما حبيتش أعقد المسألة. وتأييدت برضو صفحة مفضلة عندي نفس الحكاية المباني، حاولت إني أرسمها وأخليها بشكل مبسط، وأيضا الويكند تشالنج نفس الحكاية إني عملت المباني خفيف صغير كده بشكل كرتوني، وعندي هذا البيت الكوخ، وبرضه عندي كتاب في شكل هاد واشي تيب على شكل دب فاستعملته. يجي الهابت تراكر هذه المرة كان عندي أختام على شكل مباني، فما عملش أي رسم ثاني، عملت الأختام وحاولت ألونها. معروف إنه في روسيا بعضك المباني القديمة العتيقة وعلى شكل قصور، فأنا حبيت إني أعمل الفكرة هذه. الويكلي بلين برضو عملت بالدور رشن دور، برضو عملت عدة أشكال واستمتعت فيها الصراحة، انبسطت يعني لأن المرة دي لونت كتير فكانت حاجة حلوة. عندي هذا الوشي تيبس كمان في بقالي شوي يذكرني بالقصص في التراث الروسي لما نشوف ذات الكرتون الأطفال القديم، فأنا حبيته جدا. فحب شكل بسيط ما فيش أي تعقيدات بالمرة وشغل عادي جدا، بس زي ما قلت إنما هي رموز من التراث الروسي، وأعتقد زي ما قلت من قبل في كثير عندنا بالذات في عدن عندهم ذكريات عن هذه الأشياء، لأنه كانت موجودة في أكثر البيوت عندنا هذه التحف وهذه الأشكال، فحبيت أعملها كنوع من أنواع التذكار، وإن شاء الله يعجبكم هذا التيم زي ما قلت من قبل، لأنه ما هو اخترته من الذاكرة الصراحة يعني.